لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. الإنسان مركب من جسم ونفس وروح، والجسم أيضا مركب من الأعضاء، والنفس والروح أيضا أجسام لطيفة مركبة. والله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق الخلق كان يعلم بمصير كل مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، بما كان وما يكون وما هو كائن وما هو لم يكن. ولكن علم الله سبحانه وتعالى ليس هو سبب لأفعال العباد. يعني مثلا نحن الآن، هذا مثال لتقريب الفكرة إلى الأذهان، نحن الآن نعلم يقينا لا شك فيه بأنه بعد ساعات ستغرب الشمس، وفي يوم غد ستطلع الشمس. هل علمنا بغروب الشمس بعد ساعات وبطلوعها في اليوم القادم علة وسبب لغروب الشمس؟ لا، علمنا ليس سبب لذلك. فالله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بكل مخلوق وبمصير كل مخلوق. يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم بأهل الجنة ويعلم بأهل النار، لكن هل علمه سبب لدخول أهل الجنة في الجنة؟ لا. هل علمه سبب لدخول أهل النار في النار؟ كلا، لأننا لا نعتقد بالجبر. وفكرة الجبر الذي تسربت إلى أفكار كثير من منتحلي الإسلام، هذه منشأها بنو أمية، لأنهم أرادوا أن يقولوا إن كل الجرائم التي نرتكبها نحن فإنما هي لأن الله سبحانه وتعالى أراد هكذا، وإرادة الله لا تتغير ولا تتخلف عن المراد. مغالطة. صحيح أن الله سبحانه وتعالى إرادته لا تتخلف عن المراد، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد جبر الناس، أراد اختيارهم. فكل واحد منا باختياره يعمل الصالحات أو يعمل المعاصي،
لأن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكون مختارا. الله أراد اختيارك. فإذن علم الله سبحانه وتعالى ليس سببا لأعمالنا، وإنما الله سبحانه وتعالى أراد اختيارنا، واختيارنا هو سبب لأعمالنا. يعني هذا اللي يصلي الله خلقه مختارا فهو اختار الصلاة، وذاك اللي لا يصلي الله سبحانه وتعالى خلقه مختارا وهو باختياره لا يصلي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها يعني بيّن لها ما هو الفجور وما هو التقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا جبر في الأمر. زين، الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم بأن هؤلاء سيختارون الإيمان ويدخلون الجنة، وأولئك سيختارون الكفر ويدخلون النار. زين، الله عندما يريد يخلق فرعون مثلا لازم يخلقه مقتضى الحكمة، يخلقه من مادة إذا دخلت تلك المادة في النار، يوم اللي يدخلون فرعون في النار يكون تناسب بين المادة التي خلق منها فرعون وبين النار. والله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلق موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لازم يخلق من مادة، هذه المادة تكون مناسبة للجنة. يوم تدخل إلى الجنة يكون هناك تناسب بين الجنة وبين هذه المادة التي تكون منها نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. يعني مثلا أنت الآن في مكان محترم، في هذا المكان المحترم فيه ناس محترمون، لا تأتي بشيء فيه رائحة كريهة. ليش؟ تقول هذا الشيء اللي برائحة كريهة لا يناسب هذا المكان. هذا مكان فيه ناس محترمون، هو المكان محترم، فمن جيب فيه شيء فيه رائحة كريهة. زين، إذا أنت ونحن إذا شوية الإنسان عنده إدراك وحكمة يلتفت إلى هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى حكيم، فلا يفعل شيئا خلاف الحكمة. فلذلك يوم اللي راد يخلق فرعون لم يخلقه من مادة تلك المادة رفيعة، لأن المادة الرفيعة لا تناسب جهنم. وحينما خلق موسى ما يخلق من مادة وضيعة، لأن تلك المادة لا تناسب الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. في تأويل الآية أن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل بأهل الجنة فجعل طينتهم من عليين. طبعا هذه الطينة اللي خلق الله سبحانه وتعالى المؤمنين منها ما تسبب أنهم يجبرون على فعل الخير، لا، باختياره. لكن الله سبحانه وتعالى من الأزل يدري أنه هذا لو خلق يختار الإيمان، فمن الأول خلق من طينة عليين، وذاك اللي يختار الكفر والنفاق الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يدري أن هذا الإنسان سيختار الكفر، لذا خلق من طينة اللي حينما يدخل في نار جهنم تلك الطينة تدخل تناسب نار جهنم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين من السجن، من مادة السجن، وهي طبقة من طبقات جهنم. إذن علم الله سبحانه وتعالى بيأثر في أعمالنا ولا هو سبب لأعمالنا،
لكن الله بحكمته خلق الإنسان من طينة تناسب ما سيختاره من عمل. زين، هذه الطينة طبعا فيها بحث مفصل أن تركيبة هذه الطينة أن الله سبحانه وتعالى خلق أرواح الأئمة من فوق عليين. عليين منطقة هي في الجنة. الله سبحانه وتعالى خلق أرواح الأئمة قبلهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله من طينة فوق عليين أرواحهم. أما أجسامهم خلقها من طينة عليين، هي من أعلى عليين. أما أرواح المؤمنين الله سبحانه وتعالى خلقها من أدنى من ذلك، يعني من عليين. أرواح المؤمنين مخلوقة من عليين ولكن مو من أعلى عليين، من الدرجات النازلة من عليين. فلذلك أكو ارتباط بين المؤمنين وبين الأئمة، ارتباط روحي يشعر في قلبه أنه يحب الأئمة. لماذا؟ لأنه أبدان الأئمة خلقت من أعلى عليين وأرواح المؤمنين خلقت من أدنى عليين، فأكو ارتباط. أما ذاك اللي مخلوق من سجين ما له ارتباط بهم، لذا يكرههم ويبغضهم. على كل حال كيفية خلق الأرواح وأن هناك نهر في الجنة وأن هذه الطينة 10 أنواع وكذا، هذا تفصيله في الروايات في كتاب أصول الكافي، وبحث جدا مهم ومن أبحاث المعرفة التي بينها الأئمة عليهم الصلاة والسلام في تفسير هذه الآيات القرآنية الكريمة. على كل حال، فالإنسان مركب، جسمه، روحه، نفسه، وهناك ارتباط وثيق بين النفس والروح والبدن. حتى علم النفس الحديث هذا الأمر مثبته، يعني يفرضوا إذا فد واحد في جسمه مرض، زين، عنده مرض، تشوف نفسيته هم تتعب، يتعب نفسيا. ليش؟ يقول هذا المرض الجسمي صحيح مربوط بجسم الإنسان لكن يأثر على نفس الإنسان، فنفس الإنسان تتأثر بجسمه. وبالعكس، إذا واحد نفسيته مرتاحة جسمها يرتاح. إذا روح الإنسان صار فيها تلوث عمل الإنسان هم يتلوث، وإذا عمل الإنسان صار فيه تلوث روح الإنسان هم تتلوث. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يأمر الناس بالعبادات باجتناب المحرمات وما إلى ذلك، أكو بعض الناس، هاي فكرة جاية من بعض الغربيين الذين يريدون أن يتركوا الالتزام الديني. عدنا إحنا جماعة أيضا من المسلمين الذين يسمون بالمسلمين، يريد يتخلص من الأحكام الشرعية، ما يصلي، ما يصوم، ما تتحجب، ما يفعل كذا، ما يفعل كذا، يأخذ راحته في المحرمات. يقول المهم أنه قلبك يكون نظيف. هسه صليت لو ما صليت، اتحجبت أو لم تتحجب، صام لو ما صام، كذا، مو مهم هذا، المهم أنه قلبك يكون نظيف. وزين السؤال أنه شلون قلبك يكون نظيف؟ إذا عملك قذر يمكن أن يكون قلبك نظيف؟ ما يمكن. العمل يؤثر على القلب، يؤثر على النفس، يؤثر على الروح. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع مجموعة من القوانين ترتبط بعمل الإنسان لكي يطهر روح الإنسان، إضافة إلى أن تلك القوانين أيضا إضافة إلى تطهيرها لروح الإنسان تطهر جسم الإنسان أيضا وتطهر الاجتماع. إذا الآن أنتوا شفتوا واحد، بس المشكلة أنه هاي المفاهيم ذول اللي يجيبوها فقط في الأمور الدينية يجيبوها، لما تنتهي الأمور الدينية لا، هاي المفاهيم ما يجيبوها. تشوف إذا واحد يعيش في دولة يتجاوز الإشارة الحمراء،
نقول له ليش تجاوزت الإشارة الحمراء؟ يقول مو مهم أنه أنت تلتزم بقانون الإشارة الحمراء والخضراء، المهم قلبك يكون نظيف. السيارات وأصحاب السيارات الأخرى أنت تحبهم، أما تجاوزت الإشارة الحمراء، لو ما تجاوزت الإشارة الحمراء مو مهم. هذا الكلام مقبول؟ ليش هذا الكلام لا يقولوه في الإشارة الحمراء؟ لا يقولونه في سائر القوانين. أنت تشتري من واحد شيء ما يسلم لك البضاعة، تقول ليش ما تسلمني البضاعة؟ يقول مو مهم أسلم لك البضاعة أو ما أسلم لك، المهم أنه أنا أحبك. هذا كلام مقبول؟ زين نفس هذا المنطق، ليش ما تصلي؟ مو المهم أنه أنا أصلي، المهم أن قلبي يكون أبيض. بس بالصلاة إجا، بس بالصوم إجا، بس بالحجاب إجا، بس بالمسائل الشرعية إجا. في بقية المسائل لا يوجد هذا الأمر. يعني إذا نريد نعمم هاي المسألة، أكو كثير من الشبهات والإشكاليات على المسائل الدينية. زين ذيك الشبهات والإشكاليات مو خاصة بالمسائل الدينية، عامة، هي فكرة عامة، بس لماذا تطبق فقط في المسائل الدينية؟ إذا واحد زوج ابنه زين وسوى وليمة عظيمة ما حد يستشكل عليها، لماذا فعلت هذه الوليمة العظيمة؟ بس إذا أخذ مجلس تعزية وسوى وليمة مثلا في هذا مجلس التعزية، شنو هذا الإسراف؟ لماذا كذا؟ إذا واحد سافر للنزهة ما حد يعترض عليه، بس إذا سافر للزيارة ليش تصرف هاي فلوسك في الزيارة؟ أعطيها للفقراء مو أفضل؟ بعد يوم من الأيام في ليلة من الليالي ذهبنا إلى مجلس، أظن كان في يوم ليلة الثامن من المحرم أو السابع من المحرم. هنا في إيران متعارف أنه ليلة السابع أتصور هي ليلة علي الأكبر عندهم عليه الصلاة والسلام. عند العرب متعارف السابع ليلة العباس سلام الله عليه. فرحنا إلى مجلس من المجالس، هيئة من الهيئات الكبيرة، شفنا جايبين ورود، وأسعار هذه الورود غالية جدا يعني بالآلاف المؤلفة. فأجى واحد قال سيدنا هذا مو إسراف؟ قلت له ليش إسراف؟ قال هذه الورود الآن بالعملة في إيران مثلا كم مليون تومان، إلى باكر هذه الورود تذبل ثم تلقى في القمامة، هالشكل بعد يصير؟ مو هذا إسراف؟ وما كان الأفضل أن فلوس هذه الورود تصرف في إطعام الفقراء مثلا، تزويج العزاب الفقراء، كذا كذا كذا. قلت له زين، هذا اللي تبرع بهذه الورود لهذه الليلة، إذا كان في ليلة زفاف ابنه يجيب هذه الورود وأكثر منها، لأنه أكو بعض الأحيان بعض الأثرياء يصرفون أموال كثيرة على هذه الزهور والورود، أنت كنت تستشكل؟ لو تقول زين الله سبحانه وتعالى أعطاه من المال، حس في ليلة زفاف ابنه يريد يصرف هذا قسم من أمواله في شراء زهور إبراز للسرور والفرح، كنت تستشكل؟ أنا ولا مرة بحياتي سامع واحد هالشكل يستشكل. بس عندما تصل إلى المسائل الدينية الإشكال وارد، إذا هو إشكال وارد فأنت في كل مكان لازم تعترف. إذا إشكال ما مو وارد ليش تخصصه بمسائل الدين؟ هذا يبدو أن هناك إشكال على الدين، بس هذا الإشكال واحد يريد يبينه بهذه الصور. ما يقدر يقول أنه أنا ما أقبل الرسول، ما أقبل القرآن، ما أقبل أحكام الشرع بهذه الصورة. على كل حال هاي فكرة هي عامة، الإنسان يكون ملتفت إذا في مسألة من مسائل الدين سمع شبهة يفكر أن هذه الشبهة خاصة بمسائل الدين لو هي عامة. إذا هي عامة ليش ما يستشكلون في غير المسائل الأخرى ويخصصوها بمسائل الدين؟ على العموم الإنسان لازم قلبه يكون أبيض، لكن كيف يكون قلبه أبيض؟ البياض خو من السماء ما يجي، بياض القلب عادة يأتي عن طريق العمل. أكو في الحديث الشريف أن الإنسان إذا عصى معصية
معصية واحدة تصير نقطة سوداء في قلبه. زين، احنا بشكل مادي لا نرى هذه النقطة البيضاء، يعني انت تجيب قلب متدين وقلب غير متدين مثلا، كلاهما بشكل واحد، لكن بعض الأمور المعنوية الملائكة أو أولياء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيهم إدراك، يرون هذه الأمور، تصير نقطة سوداء في قلبه. إذا تاب واستغفر الله سبحانه وتعالى، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا استغفر الله سبحانه وتعالى هاي النقطة السوداء تمسح، لكن إذا ما استغفر أذنب ذنبا آخر، معصية ثانية، نقطة ثانية تصير، وإذا أذنب ثالثة تصير نقطة ثالثة ورابعة وخامسة وكذا، إلى أن هذه المعاصي تجعل قلبه كله أسود، وحينئذ ختم الله على قلوبهم. إذا كل القلب صار أسود، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، هاي نتيجته. لذلك الإنسان لا يستصغر العمل، يقول هذا العمل مو مهم، لا جدا مهم، لعله عمل بسيط صغير يكون سبب لسعادة الإنسان، ولعله عمل صغير بسيط الإنسان يستحقره يكون سبب لشقاء الإنسان. لذا الآية الشريفة التي تلوناها في أول الكلام، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر في بعض الروايات ذاكرين مصداقه هو الصوم، لكن هو عام، الصوم مصداق من مصادق الصبر، لأن الإنسان يصبر على شهوات، شهوة الأكل، شهوة الشرب مثلا وهكذا، لذا يصبر عليها، فلذا سمي صبرا. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها يعني هذه الاستعانة لكبيرة، أو إن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا قلب الإنسان خشع، لأن الخشوع غير الخشية، الخشية الخوف من الله في القلب، وقد لا ترى ظاهرها في العمل. الخشوع الخوف اللي في القلب والذي يظهر على صوت الإنسان، أو يظهر على عين الإنسان، أو يظهر على أعضاء الإنسان. تشوف فد واحد خايف عندما يتكلم صوته يرتجف، هذا الخوف الذي ظهر على اللسان، أو تشوف عينه من عينه مبين أنه خايف، لأن العين أيضا لها حالات مختلفة. الإنسان من حالات العين يدرك، يقول فنظر إليه نظر آيس، هاي نظرة الآيس، غير نظرة المحب، غير نظرة الذي دا ينظر بشهوة، غير نظرة الذي خائف، كل واحد النظرة تختلف. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع يعني شنو؟ يعني الذي يخاف الله في قلبه، ثم يظهر أثر هذا الخوف على جوارحه. زين، ذول من هم الخاشعين؟ الذين يظنون، يعني يعلمون، لأن الظن في اللغة العربية بمعنى أعم من 70-80%، بعض الأحيان يطلق على اليقين الظن أيضا. الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلذلك على الإنسان أن كل أعماله يراقبها. أكو حديث شريف، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا تستحقرن شيئا من الذنوب. بعض الأحيان تشوف واحد يذنب ذنبا، تقول ليش تذنب؟ يقول الله كريم. وصحيح الله كريم،
هذا الله كريم معناه استحقار هذا الذنب، مو مهم هذا الذنب، الله يغفر لي. ويقولون سيغفر لنا كما في الآية، أي ذنب يسوي سيغفر لنا. زين الله كريم بس حكيم، الله سبحانه وتعالى كريم لكنه حكيم، والحكيم لا يستعمل كرمه إلا إذا اقتضت الحكمة. يعني أفرض أنت ثري، إذا جاك واحد يتكفف يسألك، أنت تدري أنه يريد أن يشتري بهذا المال الذي يأخذه منك سكينا ليقتل شخصا، تطيل أنت هذا الفلوس؟ لا. ليش؟ إذا واحد قال لك أنت شنو مو كريم، تقول له صحيح أنا كريم بس حكيم، ما أعطي هذا الفلوس حتى يشترى به سكينا يقتل به إنسان. الله سبحانه وتعالى كريم لكنه حكيم أيضا. فإذا الإنسان مو قابل للرحمة، إذا الله رحمه هذا خلاف الحكمة. نعم إذا هذا الإنسان قابل للرحمة الله يرحمه، وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يوم القيامة. الحكمة تقتضي أن الكفار لا تنالهم الرحمة، المنافقون لا تنالهم الرحمة، هاي حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا البعض يقولون زين الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، شنو الضرر إذا يغفر للكفار يغفر للمشركين؟ شنو الضرر؟ الله ما يتضرر شيء. نقول صحيح الله لا يحتاج لكن حكيم، إذا هذا هو مو قابل للرحمة، إذا الله رحمه خلاف الحكمة. فعلى كل حال الله كريم، صحيح الله كريم، بس يمكن هذا الذنب الصغير التي أنت أو أنا أو أي واحد يستحقر هذا الذنب لعله سبب لسلب قابلية الإنسان للرحمة. أكو في الحديث الشريف، لا تستحقرن شيئا من الذنوب فلعل فيه غضب الله، يمكن هذا الذنب سبب لغضب الله سبحانه وتعالى. ولا تستحقرن شيئا من الطاعات فلعل فيها رضا الله، يمكن في الطاعة، فالواحد يقول شنو هاي الطاعة ما لها قيمة، لا لا تستحقرها، لعله هذا الشيء الذي أنت تتصور أنه لا قيمة له سبب رضا الله سبحانه وتعالى. ولا تستحقرن شيئا، ولا تستحقرن شخصا من الأشخاص فلعله ولي الله. إذا شفت إنسان فقير ما إلى ظاهر كذا، لا تستحقره، يمكن هذا الإنسان الفقير اللي هو عامل عندك، موظف عندك، زين خادم عندك، لعله هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى، وأنت في يوم القيامة تحتاج إلى شفاعته، هذا اللي خادم بيتك ده يشتغل، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. الاعتبارات المادية زائلة، أنا عندي فلوس، عندي علم، عندي منصب في الحكومة كذا، هذه اعتبارات، الحقيقة شيء آخر، الإخلاص والعمل هو المهم. فلعل هذا الخادم إخلاصه وعملي أكثر، عمل أكثر من عندي. فعموما الإنسان روحه ونفسه تتأثران بعمله، وهذا العمل قد يسبب سواد روح الإنسان، سواد نفس الإنسان، هذا العمل يكون سبب في دخوله في نار جهنم، ولعل هذا العمل يكون سبب لبياض روح الإنسان وبياض نفس الإنسان فيكون سبب في دخوله في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها